السلام عليكم الزول في الأول، مرحبا بكم في صفحتكم وقناتكم أثاث الثقة. وكما راكم تشوفوا محتوى تاع اليوم راهو الصالون الخاوتنا، هذا الصالون اللي على بالي بلي راح ينال إعجابكم كثيرا. قبل ما نبدأ الفيديو تاعنا خاوتنا، فضلا وليس أمرا ديرونا أبوني وتفعلوا زر الجرس ودعمونا بجام باش هكا نكملوا لكم في المحتوى اللي ينال إعجابكم. يعني رانا نديرو حسب طلباتكم، مادام طلبتوا بزاف لي صالون في الآل رانا عاودنا جبنا لكم موديل جديد خاوتنا كما راكم تشوفوا تحت اسم الديغرادي خاوتنا. الحاجة المميزة في هذا الصالون خاوتنا كما راكم تلاحظوا في الشاشة، المخايد تاعو راهم دوبل فاس، معناتها تحبوا ديروهم في المارو ولا تحبوا ديروهم في الباج. يعني لو ديزاين كما راكم تلاحظوا راهو لو ميم، لا كولور برك اللي راهي ديفيرون، يعني كل واحد والجو تاعو كيفاه يحب يدير لو صالون تاعكم. حاجة ما شاء الله كما راكم تشوفوا. الديزاين عاود نذكركم بلي راهو بالانتيطاش سوا في المخايد ولا سوا في القاعدة تاعو خاوتنا. لي جيتي كذلك راهم دوبل فاس، تحبوا ديروها بالجهة تاع الريش ولا تحبوا ديروها من جهة التيسي الرائع هذاك خاوتنا كما راكم تشوفوا. لا فينيسيون دائما حاجة ما شاء الله. ونذكركم بلي هاد لي جيتي راهم هدية من محلكم أثاث الثقة. وثاني في حاجة مميزة بزاف كما راكم تشوفوا، راه فيه 4 بياس خاوتنا، فيه دو بونكات وفيه اون فوتي تاع اون بلاص وفيه الفرماج. الفوتي تاع اون بلاص تقدروا تحطوها يعني من الجهة اليسرى أو اليمنى، يعني الجهة اللي راكم حابينها تكون الكبيرة تحطوا فيها الفوتي تاع اون بلاص تاعكم. أما بالنسبة لي ديمونسيون تاع الصالون تاعكم، لي بونكات راهم فيهم 140 سنتيمتر، الفوتي تاع اون بلاص راه فيه 60 سنتيمتر، الفرماجة من الجهة اليسرى واليمنى راه فيها 110 سنتيمتر. يعني بالإجمال الجهة الطويلة راح يكون فيها 3 مترات 10 سنتيمتر، والجهة الصغيرة راح يكون فيها 2 مترات و50 سنتيمتر. وكما راكم تشوفوا بالقطعة خاوتنا حاجة ما شاء الله، التيسيو هذا اللي عاود نذكركم بلي راهو بالانتيطاش، القاعدة راهي بدي ترونت، لو بوا اللي راكم تشوفوه من الخارج كما راكم تلاحظوا في لي بيلي راهم انكليني حاجة ما شاء الله، في كامل قطعة الصالون تاعكم راهم اون بوا اتر، لا كاركاس يعني الهيكل الداخلي راهو اون بوا روش حاجة ما شاء الله. وكما راكم تشوفوا يعني القطع هذه راهي مخدومة تحفة تحفة خاوتنا حاجة الله يبارك كما راكم تلاحظوا. لونكادرومون تاعهم راهو كذلك اون بوا اتر، هذا التصميم اللي حتشوفوا في لاكودوار تاعكم راهو كذلك اون بوا اتر بخشب الزان اللي راهو حاجة ما شاء الله كما راكم تشوفوا. لونكادرومون كذلك راهو بخشب الزان وفيه هذا التصميم الرائع بزاف اللي راح يكون متكامل مع المخايد تاعكم في لاكودوار كما راكم تشوفوا. لافينيسيون دائما اللي عودتكم بها اثاث الثقة. اما بالنسبة لافينيسيون تاع الظهر كذلك حاجة الله يبارك كما شفتوها من قدام وفي لاكودوار حتشوفوها كذلك في لاريير تاعو خاوتنا. كذلك في الفوتي تاع اون بلاص راح تشوفوا نفس التصميم، نفس لافينيسيون خاوتنا، نفس لي بيلي راهم مخدومين اون بوا ات، القاعده كذلك راح تكون بدي ترونت حاجه ما شاء الله، لا كركاس تاعها راح تكون بالبواروج حاجه الله يبارك. ولافينيسيون راح تشوفوها في كامل صالونكم كما راكم تشوفوا في القاعده وفي الخياطه تاعها حاجه الله يبارك. ننتقلوا ونشوفوا الفرماجه كما راكم تشوفوا حاجه الله يبارك، لي بيلي راهم بنفس التصميم تاع كامل الصالون، القاعده مازالها بدي ترونت، التيسيو نفسه خاوتنا يعني راهو بلونتيطاش حاجه ما شاء الله. وراهو متوفر في لون الثاني خاوتنا كما راكم تشوفوا، يعني راهو في اللون البني الغامق حاجة ما شاء الله كما راكم تشوفوا. كما راكم تشوفوا في هذه اللمحه الجميله، يعني فيه نفس المواصفات تاع الصالون الاول، الاختلاف فقط راهو في لي كولور، وباذن الله تعالى راح يزيدوا يدخلوا دي كولور اخرين. اما بالنسبه لسعر هذا الصالون جميل ال ديغرادي راهو ب 14 مليون و800 مع النقل، مجاني ل 58 ولايه. شكرا لكم على متابعه الفيديو، ما تنساوش تخلونا دائما اراءكم في التعليقات، رانا نقراوهم كامل خاوتنا وباذن الله تعالى ما نخيبوش ظنكم وندير لكم دائما محتوى اللي راكم حابين تشوفوا. وما تنساوش دعمونا بجام خاوتنا وتابونيو، ومرحبا بكم في محلكم أثاث الثقة. وبعد الكلام سلام.